بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحلقة الثانية من كلامنا عن قيامة المسيح من بين الأموات لأجلنا. احنا بنتكلم عن فكر البابا أثناسيوس الرسولي في هذا الموضوع. فالبابا أثناسيوس بيقول أن القيامة كانت من أجل أن هي تخلصنا من الفساد المادي الذي ساد علينا، أي أن نصير غالبين للموت. فبيقول قديما قبل ظهور الإلهي للمخلص كان الموت مرعبا حتى للقديسين، وكان الكل ينوحون على الأموات كأنهم هلكوا. أما الآن وقد أقام المخلص جسده لم يعد الموت مرعبا بعد، لأن كل الذين يؤمنون بالمسيح يدوسونه كأنه لا شيء، ويفضلون أن يموتوا عن أن ينكروا إيمانهم بالمسيح، لأنهم يعلمون يقينا أنهم عندما يموتون لا يهلكون، بل يبدأون الحياة فعلا ويصبحون عديمي الفساد بفضل القيامة. وفي فصل آخر من كتابه تجسد الكلمة بيقول إن كان الشبان والشابات الذين في المسيح يحتقرون هذه الحياة ويرحبون بالموت، فهل هذا برهان تافه على ضعف الموت؟ أم هذا إيضاح ضئيل للنصرة التي نالها المخلص عليه؟ فالإنسان بطبيعته يرهب الموت ويفزع من انحلال الجسد، ولكن المدهش جدا أن من يتقلد الإيمان بالصليب يحتقر حتى ما هو مفزع بالطبيعة ولا يرهب الموت إكراما للمسيح. ويقول أيضا قيامة الجسد إلى عدم الموت التي أتمها عندئذ المسيح مخلص الجميع والحياة الحقيقية للجميع، فإن إثباتها بالوقائع أكثر وضوحا من إثباتها بالحجج والبراهين لمن سلمت بصيرتهم العقلية، لأنه إن كان الأعمى لا يرى الشمس فإنه عندما يحس الحرارة المنبعثة منها يدرك أن هناك شمسا فوق الأرض. هكذا أيضا إن كان مقاومون لا يؤمنون للآن لأنهم لا يزالون عميانا عن الحق، فإنهم على الأقل إذ يدركون قوة المسيح في الآخرين الذين يؤمنون يجب ألا ينكروا لاهوته والقيامة التي أتمها. يعني كلام البابا أثناسيوس ملخصه أن إثبات أن المسيح قام هو في رؤية أولاده لا يرهبون الموت ولا يخافونه، بل يقبلون إلى الموت إذا فرض عليهم من أجل شهادة يسوع المسيح. ده برهان على قيامة المسيح. والبابا أثناسيوس الرسولي في هذا الكلام ما خرجش كتير عن كلام القديس بولس الرسول. برهان قيامة المسيح يكمن في قيامة أولاده. ده باختصار الجانب الأول من القيامة، هو عدم الفساد المادي.
هناك أيضا أن القيامة أبطلت الفساد الروحي الذي ساد علينا، الفساد الروحي اللي احنا قلناه في البداية خالص أنه الغلبة على الخطيئة، عدم الفساد الروحي هو الغلبة على الخطيئة. بيقول البابا أثناسيوس: لأنه إن كان الإنسان الميت تبطل قواه وينتهي نفوذه وسلطانه عند القبر، وإن كانت الأعمال والنفوذ على البشر لا تخص إلا الأحياء، فلينظر كل من أراد وليكن شاهدا للحق مما يبدو أمام عينيه، لأنه إن كان المخلص يعمل الآن أعمالا عظيمة كهذه بين البشر، ولا يزال كل يوم بكيفية غير منظورة يقنع الجماهير العديدة من كل ناحية، سواء من سكان اليونان أو البلاد الغربية، ليقبلوا إلى إيمانه ويطيع الجميع تعاليمه، فهل لا يزال يوجد من يتطرق الشك إلى عقله أن القيامة قد أتمها المخلص، أو أن المسيح حي، أو بالحري أنه هو نفسه الحياة؟ إن أنا حي فأنتم أيضا ستحيون. يقول البابا أثناسيوس: هل يتاح لشخص ميت أن ينخص ضمائر البشر فيثوروا ضد نواميسهم الموروثة ويخضعوا لتعاليم المسيح؟ يعني إن كان المسيح ده إنسان ميت، هل كان يقدر يعمل كده؟ فحتى إن تعليمه جعلت الناس تثور ضد نواميسهم الموروثة ويخضعوا لتعليمه. إن كان المسيح لم يعد بعد فاعلا متحركا بل له خواص الأموات، فهل يستطيع أن يصد الأحياء عن حركاتهم وأعمالهم؟ وحتى يكف الزاني عن الزنا والقاتل عن القتل والظالم عن الظلم والاغتصاب، وحتى يصبح الدنس فيما بعد متدينا، أو كيف يستطيع لو أنه لم يقم بل لا يزال ميتا أن يطرد ويطارد ويحطم تلك الآلهة الكاذبة التي يدعي الملحدون أنها حية، والأرواح الشريرة التي يعبدونها؟ ده إثبات عن قيامة المسيح ليس بالحجج والبراهين ولكن بالوقائع الماثلة أمامنا. من ذا الذي بموته طرد الشياطين قط؟ ومن ذا الذي ارتاعت الشياطين من موته كما فعلت عند موت المسيح؟ ومن ذا الذي خلص البشر من شهوات وضعفات الإنسان الطبيعية حتى صار الفجار عفيفين والقتلة لا يحملون السيف فيما بعد، والذين تملكهم الجبن والخوف قديما تشجعوا؟ وبالإيجاز، من ذا الذين أقنع البشر في البلاد الهمجية وجماعة الوثنيين في الأماكن المتنوعة ليتخلوا عن جنونهم ويعملوا للسلام غير الإيمان بالمسيح وعلامة الصليب؟ أو من ذا الذي أكد للبشر حقيقة الخلود كما فعل صليب المسيح وقيامته بالجسد؟
واضح أن البابا أثناسيوس الرسولي بيركز دايما في كلامه في تعليمه عن محاولة إثبات لاهوت المسيح، لأنه كان بيعاني من هرطقات الأريوسيين. فكل هذه الأدلة بتؤكد أن صليب المسيح لم يكن من الضعف، وإلا لو كان صليب المسيح من ضعف فلماذا تخاف الشياطين منه؟ سؤال مهم، وسؤال فعلا بتثبته الحقائق كل يوم، أن الشيطان يرتعب من علامة الصليب. إذا كانت هذه علامة ضعف فلماذا يرتعب منها الشيطان؟ الصليب اللي صار عند الناس هزء وعار هو عندنا نحن المؤمنين مجد وافتخار، هو علامة غلبة وليس ضعف. زي ما بنصلي بنقول يا من أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. إذا صليب المسيح، موت المسيح لم يكن عن ضعف بل بقوة، إلى جانب أن القيامة التي أتمها المسيح من بين الأموات كانت دليلا قاطعا على أن الموت لا يستطيع أن يمسك المسيح. لما أراد الموت أن ينشب أظفاره في المسيح كما فعل في كل البشر لم يستطع، لأن الحياة الكامنة والكائنة في شخص المسيح أبادت الموت. فبموت المسيح أبيد الموت، بموته أبطل الموت، بالموت داس الموت، وانتقلت إلينا حياته لكي نصير أحياء بالمسيح يسوع ربنا الذي قام من بين الأموات. ده ملخص سريع لكلام البابا أثناسيوس الرسولي عن قيامة المسيح من بين الأموات. هنتكلم برضو في اختصار أيضا عن قيامة المسيح من أجلنا في تعليم القديس كيرلس الكبير. أول نقطة نتكلم فيها عند القديس كيرلس الكبير أن القيامة هي غاية التجسد، يعني أن السيد المسيح تجسد لكي يموت ويقوم من بين الأموات، لأنه ليست قيامة إن لم يسبقها موت. فالقيامة هي غاية التجسد. نفس هذا الفكر عند القديس كيرلس الكبير هو نفسه عند القديس أثناسيوس الرسولي، أن القيامة هي غاية التجسد. القديس كيرلس الكبير بيقول لبس جسدنا لكي يقيم من الموت، ويفتح أمام الجسد الذي استسلم للموت طريق العودة إلى عدم الفساد. لبس جسدنا لكي يقيمه من الموت، لأننا كنا فيه لما تجسد، وكنا فيه لما مات على الصليب، وكنا فيه لما قام من بين الأموات، وكنا فيه لما صعد إلى السماوات، وكنا فيه لما جلس عن يمين الآب. ده كلام الكتاب المقدس. أقامنا معه، أجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. لبس جسدنا لكي يقيم من الموت، ويفتح أمام الجسد الذي استسلم للموت طريق العودة إلى عدم الفساد. والقديس كيرلس الكبير بيقول أيضا اقتنى لنفسه جسدا قابلا للفساد بحسب طبعه الخاص، لأن الجسد
حسب طبيعته قابل للفساد، اقتنى لنفسه جسدا قابلا للفساد بحسب طبعه الخاص، لكي يستطيع بكونه هو نفسه الحياة أن يزرع في الجسد امتيازه الخاص الذي هو الحياة. امتيازه الخاص يعني إيه؟ يعني امتياز الابن، امتياز الله الابن، لأنه هو نفس الحياة، فاستطاع أن يزرع في هذا الجسد اللي بطبعه قابل للفساد يزرع فيه الحياة، لأننا كنا فيه. فكل ما يفعله المسيح بجسده ينتقل إلينا، ولكن عبر الكنيسة. القديس كيرلس الكبير بيقول لهذه الغاية اقتنى كلمة الله المحيي جسدا خاصا له، وجعله خاضعا للموت، حتى إذ يظهر غالبا للموت والفساد يجعل بذلك النعمة تنتقل إلينا نحن أيضا، لأنه كما أننا في آدم قد خضعنا للموت، هكذا أيضا في المسيح تحررنا من طغيانه وتشكلنا من جديد بصورة الخلود. حتى إذ يظهر جسده، جسد الابن يعني، إذ يظهر غالبا للموت والفساد، لو جسد الابن غلب الموت والفساد، وده شيء طبيعي لأنه لا يمكن أن يغلب من الموت والفساد، لأنه متحد بالحياة، أنه متحد باللاهوت، واللاهوت لا يموت ولا يفسد. فإن كان استطاع الابن أن يظهر جسده غالبا للموت والفساد يجعل بذلك النعمة، هذه النعمة عينها تنتقل إلينا نحن أيضا، لأنه كما أننا في آدم قد خضعنا للموت، هكذا أيضا في المسيح تحررنا من طغيانه وتشكلنا من جديد بصورة الخلود. القديس كيرلس بيقول أيضا احتمل الموت تدبيريا من أجل جسده الخاص حتى يدوس الموت ويقوم بصفته هو الحياة ومعطي الحياة، فيتمكن بذلك أن يحول إلى عدم فساد ما كان معذبا تحت سطوة الموت، أعني الجسد. وهكذا فاضت منه إلينا قوة ما أكمله في نفسه وامتدت منه إلى سائر جنسنا. أنا هقول تاني النص ده عشان يبان. الابن احتمل الموت تدبيريا في جسده الخاص حتى يدوس الموت ويقوم، لأنه بصفته هو الحياة ومعطي الحياة، فلا يمكن أن يموت، ولكن هو احتمل في جسده هذا الموت تدبيريا بحسب تدبير الله، لكي يستطيع أن ينقل الحياة إلى هذا الجسد المائت، لأنه هو نفس الحياة، هو نفس معطي الحياة، فيتمكن بذلك أن يحول إلى عدم فساد ما كان معذبا تحت سطوة الموت، أعني الجسد اللي هو جسد الإنسان، جسد كل واحد فينا. فما حصل في جسد المسيح الخاص، جسده الذاتي، انتقل أو تحول إلى كل واحد فينا، إلا جسد كل واحد فينا،
فتحول كل واحد فينا إلى عدم فساد، وكنا من قبل معذبين تحت سطوة هذا الموت، أو أن الجسد كان معذبا تحت سطوة وسلطان الموت، وهكذا فاضت منه إلينا قوة ما أكمله في نفسه. هقول تاني، فاضت منه إلينا قوة ما أكمله في نفسه وامتدت منه إلى سائر جنسنا. هقول تالت، فاضت منه إلينا، من المسيح إلينا، قوة ما أكمله في نفسه وامتدت منه إلى سائر جنسنا. هذا هو تعليم كنيسة الإسكندرية اللي لم تتخلى عنه لحظة، وامتد فيها في خط متصل لا يحيد يمينا أو يسارا. ومن ثم عندما نتكلم عن سر الخلاص وعن سر الثالوث، ينبغي أن نلتزم أساسا بتعليم آباء كنيسة الإسكندرية على وجه الخصوص، لأنه تعليم خلاصي، تعليم يرتكز أماما ويهدف ويرمي إلى غاية هي خلاص الإنسان، مش موضوع عقلاني ولاهوت نظري وشرح لا يرتبط بخلاص الناس. ما قيمة أن أفهم الثالوث والآب والابن والروح القدس ووصف كل أقنوم منهم، وأنا ما خدتش من هذا الوصف أو من هذا الشرح ما يخلصني؟ فتعليم الإسكندرية أو لاهوت الإسكندري اسمه لاهوت خلاصي، لا يرتكن على مفاهيم عقلانية وتعاليم لا ترمي في النهاية إلى خلاص الإنسان. فإن كنا نقرأ أو نتعلم أو نعلم بتعاليم آبائية عن هذا الأمر، لكن لا ينبغي أن ننسى أننا أبناء كنيسة الإسكندرية، وأنه بالأولى أن نعلم تعليم آباء كنيسة الإسكندرية عن هذا الأمر، لأنه تعليم متميز يختص بالإسكندرية وحدها. تعليم اللاهوت الإسكندري يتميز عن كل التعاليم اللاهوتية في الكنائس الأخرى، أنه يهدف إلى خلاص الإنسان. وبعد ما نتكلم في هذا المجال، نقدر بعد كده نضيف ما يقوله آباء الكنائس الأخرى. فاضت منه إلينا قوة ما أكمله في نفسه وامتدت منه إلى سائر جنسنا. نكمل في المرة القادمة الكلام عن قيامة المسيح من أجلنا. ربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.